معي اتصال الآن مع سعادة النائب حازم المجالي حتى نتحدث أكثر وأكثر في موضوع أكيد بما يتعلق بالفارع بن مطيع وإلقاء القبض عليه من قبل السلطات الأردنية. سعادتك يعطيك العافية. هلا هلا، مساء الخير. الله يعطيك العافية سعادتك. يعني احنا اولا نشكرك اكيد على حديثك اليوم معنا في برنامج صوت الشعب، وهو منبر لكل الاردنيين اكيد للحديث في كل هموم المواطنين. وبنفس الوقت حابين نتحدث اكثر واكثر عن الخبر اللي اكيد انتشر عبر الوسائل وانتشر عبر المواقع بما يتعلق بإلقاء القبض على عون مطيع والقضية الكبيرة اللي تحدث فيها كل مواطن اردني في الفترة الاخيرة. نعم نعم نعم، الله يعطيك العافية أخي. الله يعافيك. هو القضية تعرف القضية أثيرت قبل أشهر يعني. نعم. ويعني أخذت دور رأي عام، عرفت كيف؟ القضية كانت كبيرة وصادمة للشارع الأردني، إنه رجل تسلل من يعني من النقطة الأولى وصل لمرحلة يعني إنه كان متغلغل في 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 بعض مؤسسات الدولة للأسف. نعم. وبحماية بعض الأشخاص المتنفذين، سواء كانوا يعني بحكم مواقعهم يعني مسؤولين موظفين رسميين أو نحكي بصراحة يعني في يعني مستوى عالي من الصفوف الأولى في الحكومة الأردنية كان له دعم. يعني الزلم ما كان يشتغل ب الرجل ما كان يشتغل لوحده، يعني له مساعدين هو في كل المؤسسات. نعم. ووصل إلى ما وصل إليه، يعني كان الموضوع صادم للأردنيين. والموضوع اللي يعني استاء منه الشعب الأردني وكل شخص استاء منه، إنه يعني الأخبار كانت تصل أول بأول، واستطاع إنه يهرب قبل إلقاء القبض عليه بقرار قضاء، يعرف كيف. طب أنا يعني كنا يعني صرح وقت رئيس الوزراء إنه يعني راح يكون انتحاري، وقلنا إحنا انتحاريين معك، دعمنا. تعرف جلالة الملك كان له اهتمام يعني في هذه القضية، ودعم الرزاز إنه يتخذ أي إجراءات، لكن هروبه وعن غيابه عن المشهد وكان يتنقل من دولة لدولة، كان في استياء عام إنه يعني ممكن إنه إذا لم تنهي قضية مطيع بطلع لك مطيع آخر، عرفت كيف، في مكان آخر. طب سعادتك يعني تتوقع إنه راح يتم ذكر أسماء معينة؟ أسماء الآن إحنا والله يا سيدي للأمانة للأمانة أنا لما رحت على أولا أنا أول من أشار إلى عون مطيع في 13/2017. نعم. يعني جمعت معلومات عنه وكانت معلومات صادمة وكبيرة، وكيف بسجل الشركات وكيف إنه بدايته وكيف إنه يعني بيستغل أعمال الخير وكذا وكذا. نعم. فلما رحنا لمكافحة الفساد إحنا يعني حكينا أعطيناهم أسماء، طبعا أسماء نوعين، أسماء كانوا متعاونين معه وأسماء للأمانة يعني إحنا بنحييهم وما بيعرفوا أنفسهم، كانوا يعني مصد لعون مطيع ويعني كانوا مانعين انه يتغول اكثر، عرفت كيف، وضحوا في مناصبهم هذول واقيلوا بطريقه، لانه الرجل كان له معاه باور كبير يعني. نعم. عرفت كيف، بحيث انه يعني كل من يعارض يستطيع من خلال المنافذ القنوات الرسميه انه يعني يشيله عن طريقه مثل ما بيقولوا بالاهميه، عرفت كيف. نعم. هلا كان في احباط، حاله احباط، وحتى رئيس الوزراء احبط يعني حكى تغريده انه كل ما نحكي ايش بيقولوا لك جيبوا عون مطيع. نعم الناس ما بتلتهم، يعني واحد في ظل الهجم على مكافحه الفساد ومطالبه النواب ومطالبه الحراكيين انه يجي واحد وبهالارقام الهائلة يكون ويطلع برا البلد بكل سهولة تسهل مهمته،
فمبارح يعني احنا الارهاصات الاوليه بتشير انه الحكومه مهتمه بهذا الطلب. شفت كيف الاردنيين يعني فرحوا لهذا الخبر. نعم. والكل انبسط، حتى الحكومة اليوم يعني من حجب الثقة عن الحكومة أعطاها الثقة بطريقة يعني معنوية اليوم. نعم. هان الحديث، أنا تحدثت تحت القبة يعني بطريقة مختلفة، قلت يعني عون مطيع إجا وهذه خطوة مهمة، نشكر سيد البلاد وجهتنا الأمنية ومهنيتها العالية ونشكر الحكومة. لكن الخطوة الثانية بدنا نكون صريحين في إشي اسمه ترانسبيرنسي، يعني الشفافية مع المواطن. احنا بدنا نعرف مين معه، مين دعمه، مين سهل مهمته. صحيح. حتى حكيت سواء انه وزير حالي ولا وزير سابق ولا نائب حالي ولا نائب سابق ولا متنفذ، بدنا نعرف الأسماء هذه. لأنه أقول لك إذا ما عرفنا الأسماء والتفاصيل، إذا جاء عون مطيع وتقدم للمحكمة، إحنا أكيد استقتنا في القضاء عالية. وحتى لو رجعوا المصاري رجع لخزينة الدولة المصاري المطلوبة منه. وإذا ما بين أدق التفاصيل ما عمرنا نتعلم. صحيح. لازم نعطي درس للآخرين. طيب. إنه يا عمي اللي بسهل مهمة أي فاسد يتجرأ على المال العام إنه نهايته معروفة، مثل مطيع وغير مطيع، عرفت كيف؟ طيب. وهم الآن عارف إنه يعني هم يعلموا إنه الدور جايهم. إذا كان عون مطيع حكى كل اللي عنده إن شاء الله بتبين الآلية كلها، كيف طلع وكيف نشأ وكيف كبر ماله وكيف تغول في بعض المؤسسات، وهذا اللي لازم نعرفه. عارف كيف. طيب سعادتك، يعني إحنا بجزء الموضوع اللي بدنا نطرحه معك هو موضوع عون مطيع، لكن سريعا بدي أروح لموضوع العفو العام، قانون العفو العام. يوم الأربعاء راح يكون أمام مجلس النواب في مذكرات تم طرحها من قبل النواب للحديث في بعض الأمور اللي حابين يشملها العفو العام. بس سريعا نظرة النواب اليوم للموضوع. يا سيدي العفو العام، أنا بقول لك العفو العام منحة وهبة من جلالة الملك، يعني بعد ما طالبنا الحكومة وفي اللجان هذه اللي كانوا مشكلينها الأهالي الموقع السجناء، يعني كنا نقابلهم أكثر من مرة. الآن أنا بقول لك العفو العام يجب أن لا يجزأ. العفو العام يجب أن لا يجزأ. نعم. يا إما عفو عام يعني يكون يتناسب ما يلائم الإرادة الملكية لسيدنا. نعم. العفو العام يعني في 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 إعادة نظر لكل السجناء. العفو العام في فرصة. العفو العام في أقول لك في عائلات، الأب في السجن، الأم في السجن. العفو العام في إعادة نظر وفي إعادة تصحيح للسلوك. صحيح. الإنساني. العفو. صحيح. العام في تخفيف على ثاقل السجون. تعرف السجين بكلف 750 دينار، خلينا منطقيين. صحيح. يعني العفو العام بيعطي فرصة ناس تعيد لرشدهم. فأنا بتمنى كل يعني القضايا اللي بشملها العفو العام تكون مش مجزأة، يعني عفو عام هيك إنه يعني مسمى يطلع في النهاية يطلعوا أنه مجزأ من هون ومن هون، عرفت كيف؟ احنا بنقول أكيد في قضايا التجسس، قضايا الفكر التطرفي، قضايا القتل العمد اللي ما فيها صلح، قضايا كذا اللي ما فيها صلح عام، لأنه إذا ما فيها صلح عام أنت راح يكون في جريمة جديدة. صحيح. مثلا عرفت كيف؟ صحيح. فأنت في برضو المكررين، أنا لما جلست مع وزير العدل ووزير الدولة مبارك أبو يعنين تفاجأت أنه يا رجل في عدد كبير مكرر ما مستفيدين من عفو 2011 وراجعين على السجون. هذول يعني شكله بده يضل في السجن، بتجاوزوا. لكن في قضايا كثير نقدر ندخلها في العفو العام، وان شاء الله لما يجي على مجلس النواب ان شاء الله راح نقصر ان شاء الله. يعني القضايا اللي فيها يعني ما يكون لما يطلع السجين انه يصير اشكالات وارتدادات بناء على العفو. سعادة حازم المجالي، كل الشكر لك على تواصلك معنا اليوم وحديثك بما يتعلق بقضية عون مطيع.